بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في هذه الحلقة هنعرف كيف نستخدم كاميرا المحمول باستخدام أكواد البايثون. How to access mobile camera using Python code. أولا بنفتح نافذة تيرمينال وبنكتب الأمر التالي: pip install open cv-python، ونضغط مفتاح الإدخال لكي يتم تثبيت هذه المكتبة. أعطاني هنا رسالة requirement already satisfied، أي أن هذه المكتبة تم تثبيتها قبل ذلك. بنغلق نافذة التيرمينال ونبدأ هنا في تنزيل تطبيق اسمه IP webcam على جهاز المحمول. بنفتح جهاز المحمول وبنذهب إلى جوجل بلاي، متجر بلاي، وبنكتب هنا في خانة البحث IP webcam. بيظهر لنا التطبيق اي بي ويب كام، بنضغط على تثبيت وننتظر الى حين تثبيت التطبيق على جهاز المحمول. حجم التطبيق 1284 ميجا بايت. بيتم التحقق من التطبيق بواسطة بلاي بروتكت. بعد ما يتم التحقق بتضغط على فتح اوبن. بعد ما يتم الفتح بتظهر لنا settings الاي بي ويب كام settings، بنختار منها start server، ابدا السيرفر. هنا بيعمل creating لل HTTPS. بنجد هنا في الجنب actions، بتفتح actions بتختار منها share اي بي، وبتعرف من خلالها الاي بي، وممكن تعمل نسخ الحافظة للاي بي. بيظهر عندك هنا الاي بي، ده اللي يهمني هو ال HTTP والرقم ده، واخد الرقم ده والرابط الخاص بي ال IP webcam. بيبدأ ب HTTP وبينتهي هنا برقم البورت 8080. طبعا الرقم ده هيختلف عندك على حسب الكونفيجريشن الخاص بالراوتر، لان كل جهاز بياخد IP مختلفة على حسب الراوتر عندك. بعدها بتذهب الى محرر اكواد بايثون تشارم او الفيجوال ستوديو على حسب المحرر الذي تستخدمه، ونبدأ في كتابة الأكواد التالية. بنبدأ في استيراد المكتبات التالية، فبنكتب هنا import url library.request، بعدها أيضا import computer vision 2، بعدها import numpy، ونعطينا الاسم as np، وبعدها ننشئ متغير url يساوي، ونضع بين هنا double quotes أو single quotes ال URL الذي حصلت عليه من برنامج IP webcam. فبنكتب هنا ال URL http://، ونكتب الرقم 192.168.1.6. طبعا الرقم ده هيختلف من جهاز الى جهاز ومن وقت الى اخر. وبعدين نضع كله ونكتب رقم البورت 8080، وبعدين سلاش، ونكتب هنا شوت، وده اسم الفايل نيم تأتي من خلال الصورة، ونكتب هنا امتداده جافا جي. بعدها من اول السطر بننشئ حلقة تكرارية مستمرة، فبنكتب while true. طبعا الحلقة طالما انا كتبت true هتكون حلقة تكرارية مستمرة. ننشئ هنا متغير لاستقبال الصورة بنظام array مصفوفة، فبنكتب هنا image على انها array مصفوفة تساوي، نستخدم مكتبة numpy dot array، ونستعين بالfunction byte array يعني تحول الى نظام بايت 0 وين. اليو ار ال التالي الصورة التي تأتيني من خلال اليو ار ال، فبفتح هنا براكتس ونكتب يو ار ال لايبراري دوت ريكوست دوت اوبن يو ار ال، افتح اليو ار ال الذي سيأتي من خلال متغير يو ار ال اللي حصلت عليه من المحمول. وبعدها بخرج هنا من اليو ار ال وبكتب هنا دوت ريد، يعني قم بقراءة البيانات. طبعا هيقرأ البيانات هنا بنظام ثنائي، وبعدها أحولها الداتا تايب لكي يقرأ الأرقام الموجبة فقط. فأخرج هنا من الامبتي براكتس الأولى، وأخرج من البراكتس الثانية، وهنا أخذ كومة وأكتب هنا نوع البيانات الداتا تايب يساوي، وبعدها أكتب np.unsigned integer 8، يعني يأتي لي بالأرقام البوزيتيف الموجبة unsigned،
من اول السطر بنكون متغير جديد وليكن اسمه image بيساوي، ونستعين بالكمبيوتر فيجن 2 دوت ونعمل image decoding، ونعمل هنا image decode يعني فك تشفير الاري السابقة، وبنكتب هنا اسم المتغير الذي يحمل الاري، ونضغط هنا كوما ونكتب الفلاج ماينس 1. من اول السطر نبدا في عرض هذه الصوره، فبنكتب هنا الكمبيوتر فيجن 2.imageshow يعني اعرض لي الصوره، وبنكتب هنا لها تايتل وليكن على سبيل المثال هذا تايتل اي بي ويب كام يعني عرض صوره الاي بي التي تاتي من كاميرا الموبايل، وبعدين بنكتب هنا المتغير اللي بيحمل الصوره كايمج فقط وليست ايمج اري. بعدها ننشئ جملة شرطية بحيث انه لو اليوزر ضغط على مفتاح معين يقف تنفيذ الحلقة التكرارية هوايل، لانها هتكون حلقة تكرارية مستمرة. فنكتب الجملة الشرطية F ونكتب كمبيوتر فيجن 2.withk اذا ضغط على مفتاح ما، ونعطي هنا فترة الانتظار 1 على ملي من سكند، ونكتب يساوي يساوي مرتين، ونكتب هنا ORD يعني المسلسل الخاص بالرقم عندي الخاص بالمفتاح اللي انا هضغط عليه، فبنكتب هنا بين سينجل كودز مثلا اذا ضغط على مفتاح كيو معناه هيعمل كيتنج للبرنامج اي خروج من البرنامج، ونضع هنا كولو ونكتب هنا بريك يعني قم عن تنفيذ هذا الامر او قف او اقطع الحلقه التكراريه، وبعدين نضع سيمي كولو ونيجي من اول السطر بنكتب هنا كمبيوتر فيجن 2.destroy all windows يعني اغلق جميع النوافذ. نبدا في تجربه هذا الكود، فنضغط هنا على run وننتظر. بنجد هنا انه فتح كاميرا المحمول عندي هنا كما ارى، وبكده قدرت اعمل connecting ما بين الديسكتوب باستخدام اكواد البايثون وبين كاميرا المحمول، واقدر استخدمها هنا في امور متعددة. طبعا كاميرا المحمول بتمتاز عن كاميرا الويب العادية في ان انا ممكن اتنقل من اي مكان واقوم بالتصوير في outdoors خارج المنزل او خارج المنطقة وكده، وطبعا بيبقى فيها حرية اكتر من كاميرا الويب المثبتة على جهاز الكمبيوتر. بوقف هنا تنفيذ البرنامج، ان شاء الله ساترك لك رابط هذا الكود في وصف البرنامج. بقول تاني ان الـ HTTP والـ URL اللي انت هتجيبه من المحمول عندك طبعا هذا الرقم بيتغير عندك باستمرار، وطبعا ممكن تلاقي رقم ال 8080 رقم البورت اللي احنا بنستخدمه ممكن يكون الرقم ده مشغول ببرنامج اخر. طبعا دي بعض الملحوظات في استخدام اليو ار ال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.